ترى الله العجز، شوفون جالسة عند الباب عشان أطلعها على طول، ما قاعد أنقر من هناك لهنا. طلبت هذه حقت القهوة التركية لأني مرة طفشت من اللي عندي. عاد يا رب إنها تصير كويسة يا رب، إنه للحين ما لقيت آلة للقهوة التركية تطلع لي القهوة مضبوطة زي لما تطبخ في الكنكة على النار. عاد امدحوا لي هذه يقولون حلوة، فطلبتها بجربها أشوف إذا طلعت حلوة بقول لكم بعدين. طبعا ناصح طريقتها بعد ما ادري ما قريت. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.